دي زارتيكل دو لو باش ما تحويش، وكيجي واحد تيقول لك راه تفرقعتي ولا قتلتي غادي نعطوك 72. وهي اصلا ماشي حتى 72، هو راه عندك اربعه ديال العيالات وكل اربعه العيالات عندهم 72 وصيفه، 72 حوريه وكل حوريه عندها 72 وصيفه، عندو شي 20000 وحده كتسنى في الجنه. كل اتخانت دور 40 طون، ديجا بعدا فاش كتسمع ان كل اتخانت دور 40 طون تو سور كو سي ان ميك كي كري سا، باسكو ما كاين حتى شي مراه غادي تقول لك باغا نحوي 40 عام باسكو صافي ما كيتم تجنيدهم على اساس ديال سميتو. غادي 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 نزيروكم من شي بلايص وغادي نبقاو نخليو ليكم بوتيت اوفيرتور اللي غادي نلعبوا عليها باش من بعد نديرو فيكم ما بغينا، اون فا اوتيليزي سا كونتر فو. علاه في لي بيي اراب ومسلمون كاينين ما كيحويوش الناس اصلا؟ في الاسلام تبنى على الغزوات ديال يلا معايا شد عاودوا السلاح ولا حاربتي معايا راه عندك السبايا وعندك الفلوس، كلشي مبني على الحوار حيت عارفين ما ناتور هومان. وهذا الشيء راه جاي عندنا في 2016 ديال داك داوي تيوغيزي وهذا، لا 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 الاساس ديال المشكل هو الحوا. بنادم ما حاويش وكيقول لي راه تفرقعتي دابا راه عندك 70000 وحده كتسنى سا سوتيا سي عبدو بغا يحوي وازني المشعل. ما هضرناش على الفتيات ديال مراكش. اذا انا في نظري الا كانت الكرامه في هذه البلاد هذاك اللي باع بهم خصو يمشي للحبس 50 عام، هذاك الام خص باباها تمشي حتى هي للحبس، خص ذاك البوليس اللي تهموهم شي حاجه ما عرفت شنو باش تهمهم باش موتوا، لا هذاك القاضي اللي كيأجل من شهر لشهر محاكمه فعوض ما يبرئهم مجرم، كنقولها ونعاودها، كيلعب بداك البنيتات، كيلعب المستقبل ديال البنيتات. سا بو لي شونجي لا في. شنو داروا؟ تباوسوا، أول استغفر الله العظيم. فين فين هي فين هي فين هو الإجرام؟ فين هو الإجرام؟ فين؟ الإجرام كاين في القانون الجنائي تيقول لك جوج. القانون الجنائي ما كيطبقش في المغرب. كيطبق على بعض الناس ماشي على كل شيء. المجتمع اللي تهمهم شي حاجه الحب تهمهم الحب هو اللي مجرم. لو بيز انتيريسون في هادشي كامل في القضيه ديال الدريات ديال مراكش باسكو اول مره في ليستوار ديال الزوامل في المغرب الزوامل سي دي في. اي ديجا بين الدريات كاين بوكو دافيكسيون، كتلقى الدريه مع